مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم. النهاردة كان يوم تاريخي، يوم حافل، يوم فارق في تاريخ الكنيسة المصرية، أو بمعنى أصح هو يوم حافل وفارق وتاريخي في تاريخ الوطن كله. الكنيسة المصرية هي قطعة من هذا الوطن، هي جزء من أرض مصر الغالية على كل مصري. النهاردة أعلن عن اختيار، أو القرعة الهيكلية أعلنت اختيار السماء للبابا رقم 118 في سلسلة باباوات الكنيسة المصرية، وهو نيافة الأنبا تاودروس الثاني، البابا الجديد للكرازة المرقسية وكنيسة الإسكندرية. في الحقيقة يعني الكنيسة النهاردة كانت هي محطة أنظار العالم كله. الكنيسة المصرية مؤسسة عريقة، مؤسسة لها تاريخ، لها تقاليد راسخة. أعتقد أن هذه التقاليد الراسخة ظهرت في عملية اختيار البابا في مرحلة انتقالية أديرت بكل كفاءة في التزام بجدول زمني. أعتقد أن يعني أن الكنيسة قدمت صورة رائعة لمصر، للمواطن المصري، للمؤسسات المصرية، حينما يوجد قانون ويوجد نظام ويوجد حرص على هذا النظام تكون الصورة مختلفة تماما عما نراه يعني في كثير من السلبيات الموجودة في المجتمع. لما نيجي نرجع للوراء قليلا نشوف ان كان اجمالي نسبة الاقبال على التصويت 93%. اعتقد ان نسبة 93% نسبة ما حصلتش في تاريخ اي انتخابات في تاريخ مصر كله، سواء كانت انتخابات رئاسية، انتخابات تشريعية، انتخابات محلية، مجالس ادارة نوادي، نقابات. اعتقد ان نسبة 93% تؤكد ان المواطن المصري حين يشعر ان صوته مصون ومحترم ولن يتم العبث به، فمن المؤكد أنه يقبل على الإدلاء بصوت، لأنه يدرك أن صوته له قيمته، وهذا هو ما حدث في الكنيسة. الأقباط خرجوا لاختيار رعيهم وباباهم وبطريرك كنيستهم. الأقباط احترموا النتيجة طبقا لما تنص عليه لائحة 57 أن يخوضوا الانتخابات من 5 إلى 7 أشخاص. اللي حصل أن فيه 5 هم اللي خاضوا الانتخابات، أعلن عن أول 3، ثم أجريت القرعة الهيكلية، والمرشحون كلهم قدموا صورة للتفاني و يعني عايز اقول وإثار الاخر على الذات. واعتقد كلنا شفنا ان كان نيافة الانبا رافائيل في التزكيه اللي قدمها ان هو لم يزكي نفسه وزكى اخيه ويعني وحبيبه نيافة الانبا تاودروس الذي اصبح اليوم هو قدس البابا تاودروس الثاني بابا الكنيسه المصريه. هذه كلها مؤشرات ايجابيه، هي صوره مشرفه لمصر في المقام الاول، صوره مشرفه للاقباط. النهارده نقول بكل يعني ضمير مستريح مبروك لمصر كلها، مبروك لكنيسة مصر، مبروك للمسيحيين في مصر، مبروك للمسيحيين العرب كلهم، لأن بابا الإسكندرية هو ليس بابا الأقباط فقط، هو بابا لكل المصريين وبابا لكل المسيحيين العرب، أو بابا بمعنى صح لكل العرب في الوطن العربي. في الحقيقة موضوع البابا 118 هو الحدث الأهم والأبرز في كل صحف مصر بلا استثناء، هو المنشطات الرئيسية لكل الصحف. نبدأ جولتنا بصحيفة الوفد، وخبر رئيسي في الصفحة الأولى بيقول القرعة الهيكلية تختار الأنبا تاودروس لقيادة الكنيسة الأرثوذكسية. خبر أمام حضراتكم نيافة الأنبا تاودروس، اللي هو بقى نقول قداسة البابا تاودروس الثاني دلوقتي، خلاص هو النهاردة أصبح هو البابا تاودروس الثاني، صورته على اليمين، وادي نيافة الأنبا بخوميوس القائم مقام البابوي، وهو يعلن نتيجة القرعة الهيكلية ويرفع الورقة التي تحمل اسم نيافة الأنبا تاودروس. نفس الموضوع اهتم به صحيفة التحرير، والتحرير في صفحتها الأولى بتقول الرب اختار الأنبا تاودروس الثاني بابا المصريين. في الحقيقة أنا بس بتعجب إن في حاجة غريبة، يعني أتمنى إن قيادات الكنيسة يكون فيها تصحيح، لأن أنا بشايف إن في بعض الصحف تكتب تاودروس والبعض الآخر يكتب تاودروس. أعتقد يعني على حد معلوماتي المتواضعة، يمكن أنا حبيت أفيد بالوفد، إن الوفد هي الجورنال الوحيد اللي كتبها صح، الوفد كتبها الأنبا تاودروس. يعني على حد معلوماتي إن تاودروس هو الاسم القبطي لتدرس، تدرس تبقى تاودروس، انا يعني لكن تاودروس انا يعني هذا الاسم لما قعدت راجع النهارده تاريخ يعني القديسين وبابات الكنيسه، طبعا كان في البابا تاودروس الاول، هو ذكر اسم ثيودوروس، هو كان البابا رقم 45، هو قاد الكنيسه لمده 11 سنه وسبعه اشهر حوالي في القرن الثامن الميلادي. لكن تاودروس انا يعني حقيقة حتى برضو الصغرات اللي هي مكتوبه في الورقه اللي رفعها نيافة الانبا بخوميوس مكتوبه تاودروس، يعني انا يعني في البعض كتبها تاودروس والبعض الاخر كتبها تاودروس. أتمنى أن يكون هناك توضيحا من قداسة البابا الجديد أو من القائم مقام أو من اللجنة البابوية، يكون هناك هل إحنا نتحدث عن تاودروس بمعنى آخر غير تاودروس، يعني هل ده اسم غير اسم، ولا هو الاسم لمجرد أن هو يكون أن هو كتب في الأوراق الرسمية الخاصة بقداسة البابا تاودروس بمعنى هو تاودروس، فاعتبر أن هي غلطة ومشينا عليها فإحنا نستمر عليها، لكن ده التحرير بتقوله. التحرير أيضا في الصفحة الثانية
بتقول من هو وريث البابا شنودة الثالث، وهي بترك لمحات على شخصية البابا الجديد البابا توادروس الثاني، هو البطريرك 118 في تاريخ الكنيسة خلف البابا شنودة. وبتقول توادروس البابا 118 والفرحة تغمر أقباط مصر بعد اختيار البابا الجديد. ووكالات الأنباء العالمية بتقول البابا توادروس الثاني في مواجهة عاصفة الإسلاميين. وكالة أنباء أسرات بريس بتقول اختياره يواكب تغير علاقة الأقباط بالدولة. وشبكة بي بي سي البريطانية بتقول يملك خبرة واسعة لقيادة الأقباط. وتتحدث التحرير عن كثير من القصص والروايات، بتقول نبوءة أسقف الحرفيين للأنباء توادروس يوم الانتخابات تتحقق. القائم مقام هو نفس الأنباء بخمس بيقول العالم الذي نعيش فيه افتقد السلام لأنه تجاهل العمل الروحي. وللطفل قرعة، هو الطفل بشوي بيقول لم أصدق أن الأنبا بخوميوس اختار بشوي حتى الآن. طبعا هو يعني طبعا شرف كبير طبعا أن واحد ابنه يختار يكون هو طفل قرعة الهيكلية، طبعا ده شيء شرف كبير ويعني حدث طبعا تاريخي في تاريخ الكنيسة القبطية وفي تاريخ مصر كلها. فطبعا يعني هو مش مصدق نفسه من الفرحة أن ابنه هذا الطفل اللي ينتمي لأسرة يعني تنتمي للطبقة الوسطى اختير بقرعة يعني بقرعة نزيهة وشفافة تماما دون أي وساطة دون أي محسوبية، وتم الاختيار. والقرعة حتى القرعة الأولى أجريت للأطفال نفسهم الـ12 كانت على مرأة ومسعى من الجميع، وبنفس الآليات اختير هذا الطفل. ثم جاء هذا الطفل ليمد يده في الصندوق في الصندوق الزجاجي الآخر أو في الكاس الزجاجي ليختار بابا الكنيسة الـ118. نروح لصحيفة الجمهورية وخبر أيضا في الجمهورية توادروس الثاني البابا 118 للكنيسة الأرثوذكسية. في أول تصريح قداسة البابا توادروس بيقول الحوار مفتوح مع الجميع ولم الشمل مع أقباط المهجر. والخبر ده كتبه زميلنا الأستاذ شريف نبيه وزميلتنا الأستاذ أمين إبراهيم وأنا شاركتهم في كتابة هذا الخبر، وكنا بنتولى إحنا الثلاثة اليوم متابعة أخبار القرعة الهيكلية لجريدة الجمهورية. نصل إلى صحيفة الصباح، والصباح أيضا تتحدث عن هذا الأمر وبتقول الرب اختار البطريرك في غياب الرئيس. في الحقيقة هو مش غياب الرئيس، هو الرئيس مرسي يعني كان أعلن قال إن هو يعني على لسان المتحدث باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي كان في تصريح مساء يوم الأحد أنا قريته على وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال إن الرئيس مرسي سيحضر احتفالات تنصيب البابا إذا وجهت إليه الدعوة. ونيابة الأنباء بخوميوس أعتقد إن هو كان في القداس اللي كان صباح يوم الأحد اللي هو يوم القرعة الهيكلية قال إن إحنا سنوجه الدعوة إلى الرئيس مرسي. وجانب آخر الرئاسة بتقول إن هي مسعودة إنها تحضر. ففي النهاية حدث اليوم هو حدث روحي في المكون، نحن نتحدث عن قرعة هيكلية وقداس فهذا حدث روحي. مثلا في لو نتذكر سنة 71 في القرعة الهيكلية القداس البابا المتنايح البابا شنودة أو في سنة 1959 القرعة الهيكلية لاختيار قديس العصر قداسة البابا المعظم البابا كيرلس السادس رجل الصلاة والمعجزات. كل هذه في النهاية بتبقى احتفاليات روحية غالبا ما بيكونش فيها حضور رسمي على مستوى عالي، لكن العبرة بيكون في الاحتفال الخاص بالتتويج أو تجليس البطريرك. والرئيس مرسي أعلن على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أنه سيحضر، ولما بخوميس كان أعلن قبلها أنه سيوجه الدعوة إلى الرئاسة. فالصباح بتقول الرب اختار البطريرك في غياب الرئيس، الكنيسة ترسل نتيجة الانتخابات للرئاسة وتنتظر القرار الجمهوري بتعيين البطريرك. وبتقول الصباح البابوية تنتقل من نقابة الصحفيين إلى نقابة الصيادة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أن قداسة البابا شنودة هو كان صحفي وأديب وكاتب ومفكر وشاعر، ويعني إذا كان الشيء بالشيء يذكر فقداسة البابا شنودة الثالث هو صحفي وكان قداسته يحمل عضوية نقابة الصحفيين، وهو كان صحفيا في صحيفة الجمهورية وكان يعمل في صفحات الرأي والصفحات المعنية بالشأن الثقافي. فالنهاردة البطريرك القادم اعتبر أن نيابة الأنبا قداسة البابا توادروس هو صيدلي وكان مدير لأحد مصانع الأدوية ودرس في إنجلترا فترة من الزمن، فهو ابن نقابة الصيادلة. فالنهاردة البابوية تنتقل من نقابة الصحفيين التي استمرت فيها حوالي 40 سنة وكم شهر كده إلى نقابة الصيادلة باعتبار أن البطريرك القادم هو صيدلي في الأساس وبالتالي هو يحمل كارنيه وعضوية نقابة الصيادلة. في الحقيقة القرار الجمهوري اللي الكنيسة بتنتظره هو قرار كاشف مش منشئ. في القرارات القانونية أو في أي قرار إداري يعني برضو إذا كان الشيء بشيء يذكر في نوعين من القرارات، في قرار كاشف وقرار منشئ. القرار الكاشف هو القرار الذي يقر واقع موجود ولا يخلقه، يعني بمعنى أن انتخابات البابا بالفعل تمت وده شأن كنسي قبطي بحت من خلال انتخابات ثم قرعة هيكلية ثم إعلان من خلال ضابط معين ثم إعلان اسم البطريرك الفائز بهذا الموقع. ف
فبالتالي هنا قرار رئيس الجمهورية هو ليس قرار بتعيين البابا، هو قرار هو قرار كاشف لأجهزة الدولة إن هذا هو بابا الأقباط، هذا هو بطريرك الكرازة المرقسية الذي تتعامل معه الدولة بهذه الصفة الرسمية، لأن البطريرك هو في النهاية له صفة رسمية بيمثل الكنيسة ويمثل الأقباط لدى مؤسسات الدولة. أما القرار المنشئ فهو يختلف عن القرار الكاشف. القرار المنشئ هو القرار الذي يعني بإنشاء واقع لم يكن له وجود، يعني بمعنى حين يصدر الرئيس قرارا بتعيين رئيس الوزراء أو يصدر قرارا بتعيين وزير أو يصدر قرارا بتشكيل مثلا المجلس الأعلى للصحافة على اعتبار مثلا باعتبار أن عضو فيه، ده قرار منشئ لواقع لم يكن له وجود، باعتبار أن احنا بنتكلم أن أنت ما قبل هذا القرار أنت لم يكن لك هذه الصفة، ثم اكتسبت الصفة الوزارية أو صفة رئيس الوزراء أو صفة نيابية بهذا القرار المنشئ. فنحن نتحدث أمام نوعين، نحن أمام نوعين من القرارات، القرار الكاشف وقرار المنشئ. قرار الجمهوري بالتصديق على نتيجة انتخابات البابا الجديد هو قرار كاشف لواقع موجود بالفعل داخل الكنيسة وليس منشئ لهذا الواقع. أيضا صحيفة الصباح في الصفحة 5 يعني بتهتم بهذا الموضوع وبتنشر صفحة كاملة بتقول توادروس الثاني يجلس على الكرسي الباباوي يوم عيد ميلاده 60. في الحقيقة بقى من المفارقات العجيبة، يعني دي مفارقة عجيبة جدا تؤكد فعلا اختيار السماء وتأكدوا إن ربنا كل شيء في كنيستنا، يعني زي ما كان نيابة الأنبا بخمس بيقول إن صلواتكم وصيامكم ما ضاعتش، فعلا ده كلام مش مجرد كلام بيقولوا يعني السيدة الأنبا بخمس كده يعني للاستهلاك الإعلامي أو للفضائيات. الصلاة والصوم هم العمود الفقري لهذه الكنيسة، الصلاة والصوم هم اللي نقلوا جبل المقطم، وزي ما الإنجيل بيقول الصلاة والصوم بالصلاة والصوم يعني التلاميذ أخرجوا الشياطين بالصلاة والصوم عملوا معجزات، قداس البابا كيرلس السادس بالصلاة والصوم صنع كل المعجزات اللي النهاردة كل الشعب القبطي يطوق لعودة عصر قداس البابا كيرلس رجل المعجزات رجل الصلوات. يعني النهاردة يعني أنا كنت أتحدث مع دكتور مصطفى هضيب رئيس مجلس إدارة وإذ بي أفاجأ بأن دكتور مصطفى هضيب يعني أنا فوجئت بأنه عنده كم معلومات رهيب عن الكنيسة وعن بالتحديد عن مرحلة البابا كيرلس، بيقول لي انتوا بقى ما عصرتوش هذه المرحلة بحكم السن، لا ده انا اعرف البابا كيرلس وكان راجل له بركاته وله معجزاته وهو رجل صلاة وهو يعني ده شيء لا يختلف عليه اثنان في مصر ان البابا كيرلس. فالنهاردة ما كيف فعل البابا كيرلس هذا؟ هو بالصلاة والصوم، الصلاة والصوم هي التي الوسيلة التي لجأنا إليها من أجل أن يعني أن يرشدنا الرب أو يرشدنا ربنا للبابا الجديد. الشيء العجيب أن أنا بدأت النهاردة وأنا بتابع يعني القداس النهاردة لما يتعمل معاد القرعة الهيكلية ونفاجأ أن هذا المعاد يتصادف مع يعني النهاردة هو يوم عيد ميلاد سيدنا قداس البابا تودروس عيد ميلاده 60 النهاردة. طبعا ما أعتقدش إن إنها كانت مترتبة، لكن هو وضع واضح إن هو إيه ان يعني ان فعلا في رساله من السماء بشكل او باخر، وده هيوضح. و10000 مدعو يشهدون لحظه اختيار البابا، ودير الانبا بشوي بصاحب الطريق الى كرسي البابا يبدا من هنا على اعتبار يعني كان قداس البابا شنوده من دير الانبا بشوي، واجراس الدير تقرا احتفالا ومسيره فرح تطوف حول الاسوار. وبتقول الانبا بخوميوس مرشد البابا الروحي، اعتبر ان الانبا بخوميوس هو مطران البحيره ومطران البحيره ومطروح والخمس مدن الغربيه، وكان نيافس الانبا تودروس هو كان مساعد ليه، بعتبر ان هو كان اسقف عام فهو كان مساعدا للانبا بخوميوس ما قبل انتخابه. وطفل القرعه على كده بيقول توقعت فوز البابا تودروس. ايضا صحيفه الدستور في صفحتها الاولى اهتمت بهذا الموضوع، بتنشر صوره بعرض 8 بصوره بعرض 8 عمود في الصفحه الاولى، بتقول تنصيب الانبا توادروس البابا 118 في يوم ميلاده. لا هو في الحقيقة هو إعلان يعني إعلان القرعة الهيكلية، هو التنصيب هيكون يوم 18 نوفمبر، ويعني برضو من عجائب الأرقام إن هو 18 نوفمبر هو البابا 18 بعد المائة، يعني إحنا يوم 18 نوفمبر والأما البابا توادروس هو البابا 18 بعد المائة. هو ما كان اليوم هو ليس تنصيبا إنما هو إعلان قرعة هيكلية وليس تنصيب، التنصيب هيكون يوم 18، لكن النهاردة كان عيد ميلاده. بتقول البابا توادروس رمزا أصيلا للوحدة الوطنية ويتمتع بشعبية إسلامية ومسيحية جارفة، البابا تودروس سوف يكون البابا لجميع الطوائف المسيحية الثلاث ولن يفرق بينهم، البابا تودروس له نفس الاتجاه الروحاني لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر. رسالة البابا تودروس مد جسور المحبة بين المصريين وتنمية العمل المجتمع المشترك من أجل رفعة الوطن وإقامة ثقافة الحوار بين المصريين. ودكتور علي الجمعة مفتي الجمهورية بيقول البابا تودروس سيساهم في التوجه إلى مزيد من الوحدة الوطنية والعمل المشترك بين جناحي مصر، ارتياح بين الأوساط المصرية بعد فوز البابا تودروس لما يعرف عنه من حكمة ورؤية مستقبلية للكنيسة. أيضا اليوم السابع بتهتم بهذا وبتنشر بتحتفي بهذا الحدث من خلال الصفحة الأولى بأكملها ومن خلال ملف على مساحة 3 صفحات، وبتقول البابا تودروس الثاني
وبتقول حلم الطفل بشوي يضع تاودروس على كرسي البابا، الالاف يشهدون مراسم الاختيار داخل الكاتدرائيه والازهر والبرادعي وصباحي وبديع الدكتور محمد بديع مرشد اخوان اول المهنئين، وبتنشر حوار مع الطفل بشوي اسمه الطفل بشوي حلمي، وبيقول ان هو كان شاف الطفل بشوي جرجس عفوا، بيقول ان هو كان يتوقع ان يكون هو من سيختار البابا الجديد، وقال في اول تصريحات له عقب اختيار الانبا تاودروس ان هو شاف حلم في وقت قبل كده، يعني ان هو موجود في قاعه كبيره وان هو يقف امام البابا تاودروس وسط حضور كبير من الناس، يعني هو كان حلم وواضح ان هذا الحلم تحقق. وعدنا في صفحه 7 البابا تاودروس موعد مع القدر وصوره كبيره لنفسه تاودروس 118 علاقة الكنيسة بالدولة والموقف من تطبيق الشريعة والمشاركة السياسية للأقباط والزواج الثاني ولائحة البابا، ملفات سخنة تنتظر البابا تاودروس. في الحقيقة ملف وفي ملفات أخرى أسخن منها للأسف يعني موجودة، وعلى مساحة 3 صفحات طبعا، يعني اللي هنا عشان يعني وقت الحلقة، يعني بتحتفي صحيفة اليوم السابع وبتنشر أرقام ومحطات في حياة البابا تاودروس، وبتقول سنة 45 ده كان البابا تاودروس الأول، 2006 هو تاريخ ميلاد طفل القرعة الهيكلية، سنة 90 هو انتقل الأنبا تاودروس للخدمة في محافظة البحيرة، وسنة 89 تاريخ رسالة البابا تاودروس قسم في محافظة البحيرة، و75 حصل على بكالوريوس الصيدلة جامعة الإسكندرية، وسنة 52 هو يوم ميلاد البابا تاودروس في المنصورة، وكثير من التفاصيل بتنشرها اليوم السابع في هذا الملف اللي هو على مساحة 3 صفحات. يعني كده احنا تقريبا ده ملف الاول، تقريبا ده كان اهتمام كل الصحف، يمكن دي الجرائد اللي احنا عرضناها. لا هنروح الوطن، نفس الموضوع في الوطن، المصري اليوم، المصري اليوم يعني ايضا نفس الموضوع في المصري اليوم في الصفحه الاولى، المصري اليوم اهو فوق المانشيت في الصفحه الاولى بتقول تاودروس الثاني البابا 118 البطريرك الجديد في تصريح خاص بيقول نريد العيش في سلام لنرتفع بوطننا، والمصري اليوم تلتقي اصدقاء وجيرانه، وطفل معصوب العيان اختار الاسقف العام في عيد ميلاده 60 وكنائس تدق اجراس الفرح لخليفه البابا شنوده الثالث. ويعني اعتقد كل الصحف الاخبار، المصري اليوم، الوطن يعني عرضناها، الاهرام ايضا في الصفحه الاولى، والحريه والعداله، المصريون، روزا اليوسف، يمكن المانشيت بتاع رود بتقول مبروك لمسيحي مصر، هو مش مبروك لمسيحي مصر، مبروك لكل مصر، البابا الكنيسه هو بطريرك لكل مصر، هو رمز، هو 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 رمز لمصر، هو احد وسائل قوه مصر الدبلوماسيه، قوه مصر الناعمه. اعتقد انا يعني اذا كان برضو يعني اذكر ان لما كان في مشكله في ازمه مياه النيل ومنابع واثيوبيا والسدود والكلام ده كله، انا يعني كنت شفت قداسه البطريرك ابونا بولس، وكان جه استقبله قداسه البابا شنوده الثالث، وعرفت ان كان من ضمن الملفات التي طرحت هو ان الكنيسه المصريه تقوم بدورها باعتبار ان هي من اقوى مؤسسات القوه الناعمه لمصر للتدخل بما لها من يعني الدبلوماسيه الكنسيه، يكون لها دور في مد جسور التعاون مع اثيوبيا، وان يكون في تفاهمات معينه من اجل يعني وجود تسويه مقبوله لمشكله، يعني هي مساله مش قوه خشنه، هو مش الحقيقه ان احنا بنخش بدبابات وصواريخ وبنضرب ونضرب هنا، لا، في النهايه في وسائل قوه اخرى، الكنيسه هي احدى ابرز وسائل قوه المجتمع، فاحنا نقول مبروك لكل مصر وليس لمسيحيه مصر. والروز اليوسف بتقول تاودروس الثاني الانبا الذي اصبح بطريرك يوم ميلاده 60، الرئيس مرسي هنأ البابا الجديد، وطفل القرعة بيقول جسدي ارتعش عند سحب الورقة، وده بحسب ما روزا يوسف بتنشر فيه منشطها الرئيسي. ملفنا تاني النهاردة هو ملف سينا، الموقف في سينا يعني شديد الاشتعال، كان في عربية نجدة تعرضت لاعتداء من يومين، عربية نجدة الاعتداء أسفر عن مقتل 3 من أفراد الشرطة اللي كانوا في العربية، حصلت حالة تذمر بين أفراد الشرطة في محافظة شمال سينا، اللي هو أحمد جمال الدين وزير الداخلية أصدر قرار بإقالة بإقالة مدير أمن شمال سينا وتعيين نائبه اللي هو سميح بشندي خلفا ليه. الموقف في سينا مشتعل، اضطر الفريق ورع فتاح السيسي، راحوا وزير الداخلية النهاردة الصبح اللي هو أقصد بيوم الأحد، راحوا زاروا سينا وعقدوا اجتماع مع بعض القيادات هناك بهدف تهدئة الأجواء، وكان الواحد جمال الدين من ضمن تصريحاته وقال يعني إن رد الفعل العاطفي اللي احنا شفناه من المجندين، ويعني ده وضع طبيعي بسبب يعني عواطفهم اللي هي اتحركت تجاه زملائهم اللي هم ماتوا، عربية النجدة اللي اتضربت وفي 3 ماتوا، فطبعا أقيل مدير أمن شمال سيناء، رغم أن وزير الداخلية بينفي أن تكون إقالة مدير أمن شمال سيناء لها علاقة بهذا الحادث، لكن طبعا المؤكد والواضح لكل المتابعين طبعا دي مسألة كانت لها علاقة بها في شمال سيناء. الوضع في سيناء مشتعل، نبتدي يعني بدون مقدمات كثيرة، الجمهورية تتساءل في المنشط الرئيسي وتقول ماذا يحدث في أرض الفيروز،
الفريق يلعب فتح السيسي بيقول في تصريحات في لقاء مع أهالي سيناء: بدو سيناء خط الدفاع الأول عن أمننا القومي. قالت مدير أمن الشمال: المشايخ والعواقل يستنكرون قتل شهداء الشرطة. ده الجمهورية. الصباح في صفحتها الأولى: وزيرة الدفاع والداخلية في سيناء قبل فوات الأوان. إقالة مدير الأمن وإعادة انتشار القوات في سيناء، وده على خلفية مقتل 3 رجال شرطة اللي تعرضهم لهجوم في منطقة جسر الوادي في شمال سيناء. وفي ناشطون احتلوا مبنى محافظة شمال سيناء، أو هو مش احتلوه، هو العلم بيقول لكن هو الخبر بيقول بيقول إن هم يعني حصروا المبنى وحاولوا احتلاله للمطالبة بحل جهاز تنمية شمال سيناء الذي يسيطر عليه المنتمون للنظام السابق وتحديدا بعض ضباط جهاز أمن الدولة المنحل. مساعد الرئيس جزور العريش حملا معه 700 وظيفة، والمحتجون بيقولوا تجار السلاح يحكمون سيناء. الدستور يمكن بتدق جرس انذار يعني صارخ شوية في صفحتها الثالثة، وبتقول احداث دامية في سيناء وإقالة مدير الامن، وبتقول ان اهالي الشيخ عبد الكريم بدوي ده احد شيوخ سيناء ده كان تم خطافه، بدأوا اعتصام مفتوح امام مبنى المحافظة وقطعوا الطريق الدولي واشعلوا النيران في يعني فردات الكاوتش. وايضا في الدستور: سيناء مهددة بالانفصال عن مصر، عسكريون بيحذروا بيقولوا ان مرسي ومستشاروه مسؤولون عن تردي الاوضاع في شبه جزيرة سيناء، ومخطط لانشاء وطن بديل للفلسطينيين اصبح وشيكا. وبيقولوا ان بيحصل في سيناء ده هو يعني لا يخدم سوى طرف واحد، هو الطرف الاسرائيلي، الطرف الاسرائيلي، لان ده في النهاية بيؤدي الى انشاء وطن بديل للفلسطينيين. ويعني في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية داخل سيناء، التحرير في الصفحة الأولى أيضا بتقول: غموض يحيط بقرار نزول الجيش العريش. مصدر بيؤكد أن السيسي، الفريق فتح السيسي، التقى مع قيادات الجيش لبحث تراجع العمليات ضد الجهاديين. ووزير الداخلية يقيل مدير أمن سيناء: القبائل حاصرت المحافظة، فغادر وزير الدفاع فجأة ولم يجتمع مع شغف. في الحقيقة في خبر بيقول ان هو غادر فجأة لان كان جاله استدعاء رئاسي من الرئيس مرسي، يعني هو بس ايه انا يعني بحب ان يكون فيه تكامل في الاخبار. هو غادر فجأة على حد ما هو متاح يعني ليه من معلومات ان هو اضطر ان هو غادر شمال سيناء فجأة نظرا لارتباطه بموعد مع الرئيس الدكتور محمد مرسي. اليوم السابع ايضا بتقول: السيسي يتوعد في المنشط الرئيسي، السيسي يتوعد الارهاب في سيناء بالاسلحة الثقيلة. واليوم السابع في صفحة 5 في معانا تفاصيل العمليات الأمنية اللي بتحصل في سيناء. اليوم السابع بتقول: وزير الدفاع يصل شمال سيناء للإشراف على تأمين المنشآت ومطاردة الإرهابيين. الجيش الثاني يكثف تواجده بالأسلحة الثقيلة للسيطرة على مدن المحافظة. فضل اعتصام أمناء الشرطة، هم كانوا عملوا اعتصام، هم يعني احتجاجا أو حزنا على مقتل 3 من زميلهم في عربية النجدة. والبدو يقطعون الطريق، وجهات أمنية تعلن ما يحدث محاولة لابتزاز الدولة. ومنية مسير بكفر الشيخ توضع شهيد حادث العريش بجنازة عسكرية. وسياسيون يحذرون من تحول سيناء إلى بؤرة طالبانية. في الحقيقة دي كلها الأخبار اللي هي بتتكلم عن سيناء. الصباح نعود للصباح أيضا الصفحة الأولى يعني على خلفية ده موضوع سيناء: القبض على 21 متهما جديدا في قضية مدينة نصر. في الحقيقة هم دول اتقبض عليهم على مرحلتين. المرحلة الأولى هم قبضوا على 10 كان بحفظتهم متفجرات مفرقعات، ودول اتقبض عليهم في اسكندرية وكان معاهم يعني مواد متفجرة. في 11 واحد تانيين تم القبض عليهم في محافظة دمياط، وكانوا يخططوا لتفجير خط الغاز في دمياط بعد وصول معلومات لجهاز الأمن الوطني بهذا المخطط. و11 منهم خططوا لتفجير خط دمياط، والنيابة بتقول ان في احد المتهمين ويدعى هو امير الجماعة يدعى طارق يحيى هليل، ده امير جماعة ده بينتمي لمجموعة جبل الحلال ويأوى عناصر مخربة من حزب الله، هو حركة حماس وحزب الله، يعني ده احد العناصر بينتمي للجماعة دي. والدستور في صفحتها الثالثة بتقول: المتهم الرئيسي في خلية مدينة نصر، الدستور المتهم الرئيسي في خلية مدينة نصر اللي هو طارق يحيى هليل ينتمي لجماعة جبل الحلال ويأوي عناصر حماس وحزب الله. واليوم السابع تتحدث عن نفس الأمر، وبتقول اليوم السابع في صفحتها الأولى: القبض على 10 من أعضاء خلية مدينة نصر بالإسكندرية، وسقوط 11 متهما بالتخطيط لتفجير خط الغاز بدمياط، والنيابة تتهم أبو هليل هو طارق يحيى أبو هليل أو هليل بالانتماء لجماعة جبل الحلال. هذا هو ما يحدث في سيناء باختصار شديد. موضوعنا الثالث النهاردة في حلقتنا هو موضوع الدستور الجديد، والدستور الجديد أيضا فيه مشكلة. الرئيس مرسي يعني تدخل في الموضوع، بيعمل جلسات حوار وطني مع القوى السياسية، كان السابق للسيد عمرو موسى، السابق للسيد حمدين صباحي، السابق النهاردة يوم الحد مجموعة من قيادات الأحزاب، حزب رفض غيره من الأحزاب. هو الرئيس مرسي بيحاول يتدخل بطرق الحوار أو بطرق دبلوماسية معينة مع القوى السياسية بهدف أن هو
يحاول يقرب منها، لكن واضح ان احنا بنتحدث عن فريقين كلاهما زي واحد قطر رايح اسكندريه وتاني رايح اسوان، لا يمكن قطر اسوان هيلتقي مع قطر اسكندريه. ده المشهد اللي انا اقدر الخصه لحضراتكم في الخلافات، وان النهارده نقابه الصحفيين بتنظم العقد جمعيه عموميه يوم 18 نوفمبر لحشد المعارضه ضد الدستور الجديد. ايضا انديه القضاه بتحشد يعني القوه كلها، القوى القضائيه كلها والاجهزه القضائيه للاعتراض على هذه المسوده. نبدا جولتنا بصحيفه في هذا الملف بصحيفه الوفد، والوفد بتقول مرسي يبحث مع القوى الوطنيه التوافق حول الدستور. هو الرئيس مرسي كان النهارده استقبل مجموعه من قيادات الاحزاب، وكان من ضمنهم الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد، والبدوي بيقول يؤكد حاجه مصر الى دستور جديد يحقق الاهداف التي قامت من اجلها ثوره 25 يناير. طب انا نفسي اعرف، نفسي الدكتور سيد البدوي يحدد لي هي ايه الاهداف دي بقى. يعني الدكتور سيد يعني هو يعني هو كلام حلو يعني الكلام، بس ما هو الدكتور سيد البدوي يعني هو مش فاضل حزب الوفد، بس عشان نكون حين مع بعض، حزب الوفد الذي كان يفترض فيه ان يكون هو يعني هو قائد القوى المدنيه كلها، النهارده مثلا عمرو موسى عمل حزب المؤتمر، رغم ان عمرو موسى اصلا مفترض ان هو رئيس شرف الحزب الوفد. يعني معلوماتي باعتبار ان انا عضو في هذا الحزب وان انا اعرف السيد عمرو موسى كويس وجمعت بين لقاءات كثيره، السيد عمرو موسى مفترض انه هو الرئيس الشرف الحزب الوفد، وانه كان مفترض انه مرشح المدعوم من حزب الوفد في انتخابات الرئاسه الماضيه. النهارده السيد عمرو موسى بعد ما شاف ان مفيش حزب اساسا فراح عمل حزب المؤتمر، السيد دكتور محمد البلاغي عمل حزب الدستور، وكثير من القوى الوطنيه. فيعني الدكتور بدو بيتكلم حاجه مصر الدستور الجديد، هو كلام حلو كلام انشائي جميل، لا يعني لا ارتباط له بالواقع. انا لا اعتقد ان الدكتور السيد البدوي اساسا فاضي لحزب الوفد، او ان هو بيفكر يقعد مع كوادر حزب الوفد ويناقشهم يا جماعه ايه طلباتكم كوفديين، ايه رؤيتنا كوفد، نقدم ورقه كده من الوفد ان هو بيت الحريات، منبر الحريات، الوحده الوطنيه، الحاجات الحلوه بتاع زمان دي، دي خلاص دي كلها حاجات في التاريخ، لكن ما عادش ليها وجود النهارده. يعني اليوم السابع في الصفحه الاولى، القوى المدنيه تطالب الرئيس باجنده تشريعيه واضحه والتوافق على الدستور. وايمن نور بيقول طلبنا بعقد ثلاثه مؤتمرات، ايمن نور رئيس حزب غد الثوره بيقول ان احنا طلبنا الرئيس ان هو يعقد ثلاث مؤتمرات اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه وبدايه حوار وطني واسع. نعود الى الوفد ايضا مره اخرى، بتقول الوفد التاسيسيه تتفق على مبادئ الشريعه في الماده الثانيه من الدستور، وأعضاء الوفد يرفضون حبس الصحفيين في قضايا النشر والجمعية تحيل المادة للقانون. في الحقيقة هو لجنة الصياغة انتهت من مراجعة باب المقومات الأساسية، وانتهت من مناقشة 65 مادة في باب الحقوق والحريات. المادة الثانية اللي هي بنصها المادة اللي هي مبادئ الشريعة الإسلامية دي تقريبا تم الاتفاق عليها، مع إضافة مادة جديدة تحمل رقم 219، المادة رقم 219 في الدستور اللي هي بتقول ان ايه بقى المبادئ. ما احنا النهارده بنقول مبادئ الشريعة الإسلامية، طب ما هي هذه المبادئ؟ ما هو فعملوا لها مادة جديدة في الدستور رقمها 219 بتقول المبادئ تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، وإن اللجنة ستعقد اجتماع مساء يوم الاثنين لحسم المواد الخلافية وأبرزها المادة رقم 68 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة. حزب الوفد من خلال فؤاد بدراوي والاستاذ بهاء ابو شقه والاستاذ عبد الرحيم داوود اللي هم اعضاء جمعيه تاسيسيه اعلن رفضه القاطع لحبس الصحفيين في قضايا النشر ويكتفى بالغرامه، وقال ان الغرامه تكفي فيما يصر الاخوان والسلفيون على الابقاء على هذه العقوبه المقيده للحريات. نصل نروح لصحيفه الدستور في الصفحه الثالثه، والدستور بتقول ازمه بالتاسيسيه حول منع العقوبات في قضايا النشر. وفي تصريح على لسان الدكتور علي السلمي الذي يفترض انه نائب رئيس حزب الوفد بيقول فيها ان الحديث عن المسوده الاوليه للدستور ده معنى له، لان احنا كل شويه يطلع حاجه يقول لك ده المسوده الاوليه، فالنهارده اصبح عندنا في ثلاث مسودات للدستور، انتوا بتتكلموا على انهي المسوده بالظبط؟ فيا جماعه يعني بالراحه كده واحده واحده اصبروا، لسه المسوده ما طلعتش، لان كل شويه يطلع مسوده الناس الدنيا تفرقع، الجرايد تكتب واحنا نتكلم ونقول المسوده، ونلاقي مثلا جورنال مش عارف زي ايه ناشر ثلاث او اربع ابواب ولا اربع خمس صفحات في الجورنال دي مسوده الدستور، ثم نفاجئ يقول لك ده لسه المسوده هتطلع يوم الاحد الجاي. يعني كان المفروض ان النهارده يوم 4 نوفمبر، وقت ما انا بتكلم دلوقتي النهارده مساء الاحد 4 نوفمبر، مفترض انها كانت تصدر المسوده الاوليه للدستور، النهارده ما صدرتش المسوده. فالدكتور علي السلمي بيقول ان احنا فوجئنا ان كان في ثلاث مسودات اوليه صدرت قبل كده للدستور، فبالتالي يعني احنا نستنى بقى لغايه ما نشوف المسوده الحقيقيه بجد، لان واضح ان دي كلها بلالين اختبار، واضح ان دي كلها كده حاجات فرقعات بتعلن للراي العام، نشوف الراي العام هيعمل ايه، لكن المسوده يعني اللي هي
الاوليه او مفترض ان هي اللي هتطلع بشكل اساسي للدستور، حتى الان لم تصدر. التحرير في الصفحه الرابعه بتقول مشاده كلاميه بين الدكتور جابر نصار واللواء ممدوح شاهين في التاسيسيه، وصحيفه الصباح بتشير او بتلف يعني بتشير بالتفاصيل لهذه المشاده، وتقول ممدوح شاهين بيتحدث بيقول ان الحديث عن وزير دفاع مدني اثار بلبله داخل القوات المسلحه. في الحقيقه وكان قالوا ان عايزين يعملوا وزير دفاع مدني، زي ما انا كنت مره قلت مع حضرتك قلت ما هو الكلام ده كان موجود في فرنسا، بس يمكن احنا وضع المؤسسه العسكريه عندنا يختلف عن وضع المؤسسه العسكريه في اي بلد اخرى، يعني مش المؤسسه العسكريه بس، حتى دور الوزير ما زلنا حتى الان الوزير في مصر شايل كل حاجه على دماغه، ما فيش عندنا فكره الوزير السياسي والوزير الفني. يعني في امريكا في وزير سياسي ده بيمثل الوزاره في المحافل السياسيه في البيت الابيض مع الرئيس لما بيخرج بيروح بيجي حاجات كده ايه العامه، لكن هناك وزير فعلي اللي هو مفترض يكون نائب الوزير او وكيل الوزاره او وكيل اول الوزاره، بيبقى ده الوزير التقني المعني باداره شؤون الوزاره، ده اللي هو بقى قايم نايم بايت في الوزاره، ده مش موجود في مصر. فالنهارده حين اختار وزيرا مدنيا لوزاره الدفاع، انا لا اعتقد ان وضع المؤسسه العسكريه يعني يماثل وضع المؤسسه العسكريه في مثلا دوله زي فرنسا عشان اجيب مثلا واحده ست زي ما كانوا عاملين في فرنسا عينها في مصر. فهو اللي هو ممدوح شاهين قال ان هذا الامر اثار بلبله داخل القوات المسلحه، وحصلت مشاده بين اللي هو ممدوح شاهين والدكتور جابر نصار. الدكتور اللي هو شاهين بيقول لجابر نصار بيقول له لولا الثوره لما دخلت هنا، يعني بيقول له لولا الثوره دي انت كنت عمرك ما كنت جيت دخلت المجلس عشان تتكلم. الدكتور نصار يعني زعل ورد عليه قال له الثوره دي ثورتنا احنا مش ثوره حد تاني. دي كانت مشاده كلاميه بين الطرفين. التحرير في صفحتها الرابعه بتقول الصحفيون يعدون لجمعياتهم 18 نوفمبر لمواجهه الدستور. نقابة الصحفيين بتجهز إنها يعقد جمعية عمومية تضم كل أعضاء النقابة لمواجهة الدستور والرد على المواد السالبة للحريات وإعلان موقف الصحفيين برفض هذا الدستور. أيضا بتتحدث التحرير عن مشادة كلامية بين نصار وشاهين، ونصار ينتقد إدارة العسكري للفترة الانتقالية، واللي هو شاهين بيرد عليه بيقول له الجيش هو من أتى بك وبكم إلى هنا. وفي أيضا غضب القضاة ضد التأسيسية تصاعد، غضب القضاء ضد التأسيسية تصاعد. المستشار أحمد الزند يدعو إلى جمعية عمومية طارئة للقضاء يوم الخميس المقبل، وأحد المستشارين مستشار عزت عجوة هو عضو مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية بيقول إن مسودة الدستور تكشف عن نية لتدمير القضاء، تكشف عن نية لتدمير القضاء. فأيضا القضاء غاضبون من الدستور. ده ملفنا الثالث النهارده في حلقتنا. معانا مجموعه اخرى من الاخبار، يعني اللي احنا الاخبار المهمه نستعرضها كده فيما هو متبقي من وقت في الحلقه. في الحقيقه حضراتكم تذكروا ان كان في جدل وخلاف شديد بشان تصريحات الدكتور عصام العريان اللي هو كان قال فيها ان مكالمه النائب العام مع مؤسسه الرئاسه مسجله، اللي هو كان بيتكلم على خلفيه ان النائب العام كان اعلم موافقته المبدئيه ان هو يعني يتنحى او يعني يخرج من منصبه ويعني يستريح شويه بقى ويعينوه كده ايه سفير في الفاتيكان بحيث انه يبعد عن اعباء المنصب. وكان قال الدكتور عصام العريان، وكان الكلام ده نشرته صحيفه الوفد، وجي زميلنا جمال يونس مدير التحرير كان راح النيابه وقدم سدهايه بصوت الدكتور عصام العريان فيها التسجيل الذي يعترف فيه بان هناك تسجيلات تقوم بها مؤسسات الرئاسه لمن تجري او يجرون معها اتصالات. ففي الحقيقه كان النائب العام بعت من الرئاسه يستوضح صحه هذه التصريحات، لم يتلقى رد. بعت رد ثاني من كام يوم برضه لم يتلقى رد. اخيرا الرئاسه بعتت خطاب الى النائب العام، النائب العام بتقول له ان الرئاسه لا تسجل مكالمات مع اي جهه او شخص، ونيابه الاستئناف تتسلم الرد. وفي مصدر بيقول، مصدر قضائي بيقول ان نفي مؤسسه الرئاسه ان وجود اي تسجيلات يضع العريان تحت طائره الحبس والغرامه. يعني اذا الدكتور عصام العريان بيقول كلام من عنده، يعني الرئاسه نفت. هو الدكتور عبد المجيد محمود حب ان هو يمشي الطريق من اول، قال طب نبعت الرئاسه، يا رئاسه الكلام ده عندكم فعلا في عندكم حاجه اسمها تسجيلات بتسجلوا مكالمات بنحو يخالف القانون على النحو اللي القانون بيرتبه؟ فقعدوا مره ما ردوش، مرتين ما ردوش، وفي الاخر لما ردوا عليه قالوا لا ما عندناش تسجيلات والكلام ده ملوش اي اساس من الصحه والكلام ده كله. في مصدر قال بيقول اذا ما ادلى به الدكتور عصام عريان من تصريحات يضع تحت طائره القانون، لانه يدخل في بند اشاعه الاخبار الكاذبه، في بند بقى يعني ما اعرفش القانون ممكن يصنفها ازاي، لكن هو في النهايه رد الرئاسه يضع الدكتور العريان في موقف حرج. الجمهوريه في الصفحه، الجمهوريه في صفحتها الثالثه منشط بتاع صفحه 3 بيقول الحكومه بدات الحرب ضد الفقر، مليار جنيه لتطوير 151 قريه والاولويه للصعيد. والدكتور هشام قنديل بيقول ترشيد الدعم لزياده الانفاق على التعليم والصحه. التحليل في الصفحه الثالثه البورصه حمراء بخسائر 8 مليار و300 مليون جنيه، تراجع جماعي للمؤشرات امس وخساره 158 شركه، يعني في اسهم 158 شركه خسروا، وسبع شركات فقط تنجو وتحقق ارتفاعا في الاسعار.
والدستور في الصفحه الثالثه في بقى هنا بقى موضوع مهم بقى انا هستعرضه معلش، يعني ايه من الدستور وغيرها من الجرايد. طبعا حضراتكم عارفين ان كان في قرار عشوائي صدر من وزيره التنميه المحليه، للاسف والله احنا يعني البلد مش ناقصه، وانه فجاه كده عندنا عينه من الوزراء عايشين في وادي اخر، يعني البلد معكوكه ما بين مشاكل الدستور ومشاكل ابنيه في سيناء ومشاكل كذا ومشاكل مطاله ومشاكل، يعني الدنيا خربانه، وفجاه كده وزير كده يقوم تكه كده طلع لك كده، يمكن نفسه يطلع في الجولان صوته 12 كده في كام جردان ولا في حاجه ولا بتاع، وبعدين يقوم يقول لك ايه لا نقفل من الساعه 10 بالليل. الوزير هذا الوزير المحترم احمد زكي عبد الدين اللي عايز يقفل المحلات، وبالفعل بدا سريان القرار ده من النهارده المحلات من الساعه 10 بالليل، لا يعلم النتائج الكارثيه لهذا القرار. لا يعني اعتقد ان قرار المجتمع كله رفضه، ما لقيناش واحد بيقول انا مع القرار ده. يعني متهيالي لو احنا بنتكلم في حاله من الجدل ان في شويه مع وشويه ده، نقول معلش ما اصل دول اصحاب مصالح، اصل دول مش عارف كذا، اصل المجتمع ما اتعودش، طب يمكن الناس تتعود والناس تنام بدري شويه، ولا يمكن اللي ياكل بعد الساعه 12 بالبطن توجعه، زي ما الوزير كان بيتريق مره في احدى التصريحات بتاعته وشيء. لكن ده انا بتحدث عن حاله اجماع كامل يرقى الى مستوى الاجماع الوطني ان احنا مش عايزين القرار ده يا اخوانا. ده انا مره امبارح كنت بتكلم مع مجموعه من الاصدقاء، لفت نظري حاجه مهمه، غير ان انا كنت بقول لهم يا جماعه ده الغرفه التجاريه في القاهره قالت ان خسائر هذا القرار 25 مليار جنيه على اقتصاد مصر، 25 مليار جنيه. رقم 2 انك انت بتزيد طوابير يعني العاطلين وطوابير البطاله. يعني انا النهارده لو عندي محل ومشغل فيه مثلا 7 8 عمال، طب النهارده انت خليتني اقفل من الساعه 10 بدل ما اقفل من الساعه 12، هترضى ان هعيد توزيع العمال دول، هعيد نشر العمال دول مره اخرى، ممكن اوفر لك 3 منهم. وبالفعل ده بدا يحصل، ده بالفعل احنا بالفعل بدا ده يحصل. انا عايز اعرف الوزير ده بيتكلم ازاي، الوزير ده عايش في الدنيا اساسا، عايش في مصر ولا عايش فين ده بالظبط؟ طب هل النهارده الدوله تمنح تامين بطاله لمن لا يعمل؟ هل عندنا قاعده بيانات كامله النهارده تقدر تقول ان انا عندي 30 مليون شاب في 20 مليون شاب اليوم تامينات، سواء بقى في قطاع عام ولا في قطاع خاص ولا في حكومه، وعندي 10 مليون شاب لا يعملون وليست لديهم اي مصادر دخل، بحيث ان انا هؤلاء الشباب استطيع ان انا امنحهم تامين بطاله؟ طب لو انا عندي قاعده المعلومات دي، هل النهارده ميزانيه الدوله تسمح لي ان انا اصل تامين بطاله؟ ده يعني ده شغل تخريف اللي بيحصل، ده تخريف وتخريف البلد. في الحقيقه النهارده في مجموعه اسمها مجموعه اكل العيش، في مسيرة أكل العيش، في الحقيقة ده الدستور في صفحة 3 بتقول اليوم اللي هو مقصود بيوم الاثنين، احنا بنتكلم على جراد يوم الاثنين، يوم جراد يوم الاثنين 5 نوفمبر، بتقول اليوم مسيرة أكل العيش احتجاجا على قرار العاشرة مساء، والمسيرة دي بتنظمها الجبهة الحرة للتغيير السلمي وعدد من الحركات والأحزاب الثورية والسياسية اليوم الاثنين، اسمها مسيرة أكل العيش احتجاجا على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مشعل قنديل بإغلاق المحل في الساعة 10 مساء، وصرح حسن الشريف المنسق العام للجبهة بين الأحزاب والحركات السياسية استجابت لدعوة الجبهة بالانضمام في المسيرة، وهي حركة الشباب مش عارف كذا وكذا وحزب الدستور والكلام ده كله، وأنا أدعوكم من قناة ميسات إن احنا كلنا ننضم إلى هذه المسيرة وكلنا نرفض هذا القرار الفاشل المدمر للمجتمع. من ضمن الحاجات معلش أنا يعني أنا بس انفعالي وحماسي للخبر خلاني بس نسيت أقول، كان بيقول أصدقاء من ضمن الحاجات اللي أصدقائي امبارح احنا قاعدين بنناقش القرار ده، قالوا ده في نقطة الأمن في مصر مش مجرد عسكري واقف، ده الأمن النهاردة بيتحقق بيا وبيك والكلام ده كله. يعني بمعنى النهاردة لما النهاردة كل المحلات هتقفل، النهاردة الشوارع هو النهاردة أي حد يحب يعمل أي حاجة يطلع من الشارع، ده النهاردة وجود بشر في الشارع ده نوع من الأمن الاجتماعي في الشارع. يعني النهاردة لما أكون مثلا أنا ماشي على طريق كورنيش، ماشي في شارع أحمد حلبي، ماشي في شارع الترعة، ماشي في شارع شبرا، يعني أنا بتكلم على شارع في شارع شريف، شارع وسط البلد، النهاردة لما يكون في حركة في الشارع، في ناس ماشية في الشارع، حتى لو في واحد تسول له نفس واحد مجرم تسول له نفسه ان هو ممكن يعمل عمليه خطف مثلا، يخطف واحده مثلا بسلسله ولا يخطف شنطه ولا يخطف موبايل من واحد ولا الكلام ده كله، يمكن لما يلاقي الناس اللي ماشيه في الشارع ومحلات الفاتحه دي عامله كده حاله من الونس في الشارع، ده نوع من الردع المجتمعي اللي ممكن يخلي المجرم يعني قد لا ينفذ او قد يقلل من حجم الجريمه، مش هقول هيقضوا عليها. فالنهارده انت بتخلي الشوارع هو النهارده الامن يعني عارف يضبط البلد. يعني ادي في الحقيقه ده الخبر بتاع الدستور. ايضا يعني الوافد بتقول في الصفحه الاولى حكومه قنديل، الوافد بتقول الحكومه تبحث عن مخرج من ازمه غلق المحلات، والتجار يطالبون الحكومه بتاجيل قرار، ودعوه قضائيه تطالب وقف التنفيذ. ده قرار مش دستوري، ده قرار لا قانوني ولا دستوري، مش من حق الوزير بتاع التنميه المحليه ده ولا رئيس الوزراء، مع احترامنا الكامل لرئيس الوزراء واخدمين حضراتكم، ان هو يقايد حركه المواطن، مش من حقك تقايد حركه المواطن ولا تقفل المحلات، ده وضع غير دستوري وغير قانوني وقرار لا يتناسب. في الحقيقه احنا معانا حوار نقدر نقوله يا جماعه معانا بسرعه. طيب احنا قدامنا دقيقه، انا في الدقيقه دي بالظبط احنا معانا صحيفه الصباح بسرعه شديده، هي عملت حوار مع المستشار محمود الخضيري. المستشار محمود الخضيري بيقول لا شرعيه، معانا الحوار ده في الصفحه الثانيه صحيفه الصباح، لا شرعيه للدستور اذا لم يصوت عليه 70% من المصريين بنعم. يعني ده كلام مهم، اذا المصريين ما قالوش 70% عليه بنعم يبقى لا شرعيه ليه، وباب السلطه القضائيه في المصادر غير واضح، وتساءلت عن سر عدم وجود نص تعيين نائب الرئيس، وصلاحيه النائب تصبح من اختصاصات رئيس الوزراء، وهذا لا يمنع الرئيس من تعيين نائب اذا اراد. ده ملخص الحوار. واخر حاجه نختتم بها جولتنا النهارده
الكاريكاتير من الصفحة الثانية لصحيفة التحرير، وهو يعني طبعا بنتكلم في مهزلة القوار العاشرة مساء. في معنا جماعة كده رسومات جاهزة، في معنا أربع حاجات. الرسم الأول، واحد مذيع بيسأل واحد بيقول له إيه رأي حضرتك في قفل المحلات الساعة 10 بالليل؟ حلو، أو هم جابوها كده حلو. أول رسم على اليمين فوق المذيع بيقول له، أو معاه ميكروفون بيقول له إيه رأي حضرتك في قفل المحلات الساعة 10 بالليل؟ نخش بقى على الرسمة الثانية بيقول له إيه، قرار 100 100 وهيخلينا نرجع نشتغل من جديد. فالراجل استغرب، يعني نرجع نشتغل من جديد؟ ففي الرسمة الثالثة بقى اللي تحت على اليمين بيقول له هو حضرتك دكتور ولا مهندس؟ انت يعني مين ده اللي هيشتغل من جديد؟ ده بلد هتخرب. فقال له لا حرام ان شاء الله، بس والله معايا اداديه، ومؤكد ان فعلا ان هذا القرار هيكون فرصه عمل رائعه، سيوفر مزيد من فرص العمل للحرميه اللي هينتعشوا، وطبعا ستنتعش مكاسبهم وتمتلئ جيوبهم، وهيكون فرصه طيبه جدا للحرميه، وهيوفر فرص عمل جديده لمزيد من الحرميه، اعتبارا ان اللي هيخرجوا من طوابير البطاله وطوابير العاطلين سينضموا الى طوابير الحرميه، ودي طبعا هي توفير لنوع اخر من فرص العمل، وهو ده اللي بتعمله الحكومه، بيعمله الدكتور هشام قنديل، وبيعمله اللي هو احمد زكي عابدين. ربنا يستر على مصر ويحفظها من شر الخراب اللي بيجي على ايدين ولادها، ومن شر يعني عايز اقول يعني الشر مننا جوانا، احنا بنعمل كده في نفسنا. ربنا يحفظ مصر وشعبها، ونلتقي غدا في جولة جديدة على خير ان شاء الله، وشكرا.